لو عندنا غسالة نفس الشيء. الغسالة أكيد أنتوا أو والدتك مثلا بتغسل بتعرف في أشياء معينة بتعرف بذهنها مثلا إيش الفيريبلز الممكنة قبل ما أطلع هذول الفيريبلز. خلينا الحين نطلع على فيريبلز مختلفة. شو الفيريبلز المختلفة اللي لازم آخذها بعين الاعتبار لما بدي أحط الغسلة؟ لون. طيب ماشي. كلر ماشي. الحرارة. حرارة إيش؟ حرارة عادة الحرارة اللي بدي هدول أغسلهم عليها، لأنه في أشياء مثلا ما تتحمل درجات حرارة عالية زي إيش؟ زي إيش؟ حرير مثلا. الحرير ما بتحمل درجات حرارة عالية، حتى البوليستر والأشياء هاي ما بتتحمل زي القطن. القطن بتحمل درجات حرارة عالية مش هيك؟ إذا عندي درجة الحرارة اللي بدي أعمل عليها إيش كمان ممكن بدي أخذ بعين الاعتبار؟ كمية. كمية زمان تمام. إذا خلينا نقول الوزن الويت. نعم. السبين اوكي ماشي خليها شوي اللي هي السرعه. ايش كمان؟ الديرتنس. الديرتنس اهم شيء لازم اعرف انك الديرتنس يعني اذا شيء مثلا عليه شحمه وهذا ممكن بدي اخذه بعين الاعتبار غير عن هاي. مضبوط. الديرتنس اذا الديرتنس رح نقسمهم لنوعين، تايب اوف ديرت يعني اذا كانه جريسي ومش جريسي، والكميه الكوانتيتي يعني قديش متسخ بشكل كبير ولا قليل. اوكي. وفي عندي فيريبلز ثانيه. هلا انت راح تصير تفكر برولز مختلفه. نفس الشيء ما راح تقول هلا هون بدك تقول مثلا فرضا بالديرتنس بدنا نيجي نقول مثلا ليتل ديرت ميديوم والوت مش هيك. فمثلا من هاي ممكن نحطها سمول ميديوم ولارج. التايب اوف ديرت عاده بهمني انه جريسي ولا مش جريسي، فممكن نحط مثلا جي. ايش يعني جريسي؟ شحمه او زيوت مثلا. الزيوت اصعب من الفرضا. الويت مثلا ممكن نقسمه نفس الشيء لسمول ميديوم لارج. لاحظوا كل واحد من هدول هو عباره عن لينجويستيك فاريبل وله لينجويستيك فاليوز. رح يصير في لينجويستيك فاليوز. فرح نيجي عند التمبرشر نقول نفس الشيء، رح نحط هوت ميديوم مثلا، يمكن ما نحطش كولد مثلا ما بعرف، او نحط فيري هوت. هوت وميديوم. فيري هوت ممكن تكون 60 درجه الحراره، الاشياء البيضاء مثلا الهوت مثلا تكون 50، الميديوم تكون فرضا 40 والى اخره الاشياء هاي المختلفه هون. هلا الاوتبوت راح اقرر على اساسها. ايش اول شيء احد الاشياء لازم اقررها؟ الاوتبوت السبيد. ماشي. سبين سبيد اوكي ماشي. والزمن. هل الوش بدها تكون يعني تايم اوف وش بدها تكون مثلا شورت او ميديوم او لونج او فيري شورت او فيري لونج مثلا الى اخره. كميه المي في الكونتينر كمان. المي اوكي. هذا مش ما اعرفش انا ما عمري شفته، بس على اي حال بنحط هون ووتر كوانتيتي. ويمكن السوب مش هيك؟ قديش نحط صابون على اساس احتمال كبير هذا هون، واحط مثلا بري وش ولا ما احطش بري وش وهيك اوكي. كل الاشياء هاي موجوده هون. اذا هذول عندي انبوتس وهذول اوتبوتس راح يكون في بينهم رولز. هلا مثلا بهاي الاله هون هذول عاملين كنترولر مثلا، حاطين كنترولر ماخذين بعين الاعتبار مثلا مش ماخذين غير تو فاريبلز بس، ماخذين ديرتنس وتايب اوف ديرت. فتي دي هو تايب اوف ديرت اللي هو حكينا عنه هون، هي تايب اوف ديرت. وتايب اوف ديرت ماخذينه not greasy medium و greasy. وحاطين هون على فكره membership functions هلا راح ارسمهم. فماخذين مثلا رقم من 0 ل 150 وبعدين مقسمين الرينج من 0 ل 50 not greasy بس مثلث، او من 0 ل 50 راح يكون بهذا الشكل. اظن انه هاي بتصير 50 وهاي عندي هون 0. بعدين ميديوم من 0 ل 100 فهاي راح تكون هون نوت جريسي ان جي. بعدين عندنا من 0 ل 50 ل 100 ميديوم، وبعدين من 50 ل 150 مضبوط هذه هون 100، ومن 50 ل 150 راح تكون جريسي. اوكي. فهيك نفس الشيء عرفنا، عملنا ممبرشيب فانكشنز 3 سيتس A1 A2 A3. A1 not greasy، A2 medium، A3 greasy. وبصير عندي هلا هدول هم الممبرشيبس. هدول راح اعمل فيهم فازيفيكيشن للانبوتس. هلا ممكن الشخص هو يطلع ويحط انه greasy ولا مش greasy، لكن ممكن كمان نحط سنسر. اذا قدرنا نحط سنسر والسنسر تعطيني رقم من 0 ل 150 مثلا او من 0 ل 100، وعلى اساس السنسر هاي بدخل الرقم بيكون كريسب من السنسر. ايش بحوله؟ بعمل له فازيفيكيشن واعطاني ممبرشيب. فبتكون مثلا الممبرشيب تبعت النوت جريسي نص وتبعت الميديوم مثلا نص،
او مثلا ميمبرشيب واحد للميديوم او الميمبرشيب للجريسي مثلا 75% والميمبرشيب للميديوم 25%. الفاليو الثاني اللي هو التايب اوف ديرت، ونفس الشيء حاطط عفوا انا حطيت التايب اوف ديرت، ما حكيتش عن الاول اللي هو كميه الديرتنس قديش هو متسخ، بغض النظر هو جريسي او مش جريسي، بس قديش كميه الاتساخ. ونفس الشيء باخذين كميه الاتساخ من 0 ل 50، من 0 ل 100. لاحظوا من 0 ل 100 ايش مباشره اعطتني؟ من 0 ل 100 اوتوماتيكيا انا فهمت منها انه هاي 50، انه هاي ال 50 من هون مش موجوده بالممبرشيب سيت صفر. هي المفروض نحط 0 سلاش 0، 50 سلاش 1، 100 سلاش 0 حتى تبين هاي. هل راح احكي عنها بعدين. اذا صار عندي هاي الانبوتس هون مش ماخذ غير 2 انبوتس، راح اشوف هلا مثال ثاني على واشنج ماشين ماخذ 5 انبوتس، راح احكي لكم شو هم ال 5 انبوتس اللي هون حطيناهم. هلا الرولز بدنا سيت اوف رولز. هلا السيت اوف رولز عددها قديش؟ عدد السيت اوف رولز المفروض يكون هون اذا بدي اخذ كل بوسيبل كومبينيشن. الاول ممكن يكون واحد او اثنين او ثلاثة مش هيك؟ والثاني راح يكون واحد او اثنين وثلاثة، المفروض عندي ثلاثة في ثلاثة يعطيني تسعة. انا ما بعرفش ليش بالمثال هذا هو حاطط 21، بس هم ما بقدر يكونوا اكثر من تسعة فاليوز. هلا هي التيبل تبعت الرولز. هلا التيبل هاي بقدر احطها على صفحة لانها 2 دايمنشنز. لو انه عندي 3 فاريبلز بتصير التيبل 3 دايمنشنال، بقدرش ارسم 3 دايمنشنال تيبل، بس انا ارسمها ك 2 دايمنشنال تيبل. ال 2 دايمنشنال تيبل والاوتبوت هو مطلع واش تايم، وماخذ فيري شورت لونج وميديوم مش هيك؟ مزبوط، فيري شورت لونج وميديوم مش هيك؟ في شيء ثاني وفي فيري لونج، في فيري لونج كمان. اذا لونج وفيري لونج، فيري شورت وشورت وميديوم. اوكي خليني امحي هذا الجزء من هون. إذا الانبوت له 3 values small medium large ما في شيء ثاني، والاوتبوت له not greasy، عفوا الانبوت الثاني not greasy medium greasy، فالمفروض ما يكون عندي غير 9 rules. هلا ما بعرف بالضبط ليش هذا، او في variable ثاني احنا مش شايفينه مش حاكي عنه، فبعطيني الاوتبوت يا بكون very short او short او long او very short او short او medium او long او very long وهاي rules. فهاي الرول شو بتقول؟ لو بدي احطهم هذول اكتبهم كتابه عمالنا بنقول نطلع على الرول الاولى. الرول الأولى بتقول if quantity of dirt is small و type of dirt is not greasy منطقا ال washing time very short. طبعا هون هو أهمل إيش؟ أهمل الوزن اللي انتو حكيتوا عنه، هذا يمكن ما يكون صحيح. أهمل الوزن وأهمل التمبرشور والأشياء، لكن إحنا بناخد الرولز هلا زي ما هي محطوطة هون ببساطة. هلا الرول الثانية مثلا if quantity of dirt is medium و type of dirt is not greasy is an wash time short. اوكي okay. لاحظوا مش بس رول واحدة راح تعمل فايرنج، راح تعمل عدد من الرولز فايرنج حسب. يعني مثلا لو احنا وجدنا انه عندي التايب اوف ديرت في له 2 ممبرشيبس، التايب اوف ديرت في له ممبرشيب في النوت جريسي وفي له ممبرشيب في الميديوم، فهون راح يكون كل الرولز اللي فيها نوت جريسي راح تعمل فايرنج مع طبعا الديرت من هناك بس بمقدار مثلا نص، وكل الرولز اللي بالميديوم راح تعمل فايرنج بس بمقدار نص. من هون ناخذ الرول مثلا الاخيره، خلينا نطلع على الرول مثلا فيري لونج. هلا واضح الرول تبعت فيري لونج، اذا كان التايب اوف ديرت لارج والهذا جريسي راح يكون عندي الهذا فيري لارج. زي طريقه تفكير الانسان بهي الطريقه. هلا احنا في النهايه راح نطلع رقم، راح يطلع معي رقم مثلا، او في سيتنجز على الزمن مثلا. ايش السيتنجز اللي على الزمن؟ يمكن في برنامج 29 دقيقه، في برنامج 44 دقيقه، في برنامج مثلا 59 دقيقه وهكذا. في النهايه بدي احدد واحد من هذول اطلعه، بالنهايه بده يكون كريسب لما تحط السيتنج انت على الماكينه بالاخر، او ممكن تكون الماكينه ذكيه لدرجه انه هي بتحدد الوقت فبتاخذ رقم كونتينوس، يعني بتطلع رقم مثلا 59 60 61 62 63 بتطلع رقم. مزبوط مش ممكن؟ ممكن تكون واشنج ماشين بهذا الشكل.